Floppy disk. Floppy disk هو مشغل الأقراص المرنة، وهو من الأجزاء الداخلية والغير أساسية للحاسب. أيستطيع الجهاز العمل بدونه دون حدوث أي مشاكل؟ عبارة عن وحدة ملحقة بجهاز الكمبيوتر وتستخدم للتعامل مع الأقراص المرنة. أما إذا تحدثنا عن الأقراص المرنة فهي عبارة عن أسطوانات مصنوعة من مادة بلاستيكية مرنة، ويبلغ مقاسها 3.5 بوصة، ولها كثافة تخزين 1.44 ميجا بايت. أما عن استخدام الفلوبي ديسك فنجد أنه قليل الاستخدام جدا، وذلك يرجع إلى أن عملية القراءة والتخزين عليه بطيئة، وأيضا سعة التخزين عليه قليلة جدا، وهي حوالي 1.44 ميجا بايت، أي أنه بمقارنتها بالأسطوانات المدمجة أو LCD نجد أن له سعة تخزين تصل لحوالي 700 ميجا بايت، أي أن LCD الواحد يساوي حوالي 500 ديسك. ولكن تظهر أهمية الفلوبي ديسك عند الحاجة إليه لحل مشاكل بدء التشغيل للجهاز، كما أن الفلوبي ديسك ليس له تقنية تصنيع عالية أو مختلفة من شركة لأخرى، أي لا يوجد فرق كبير بين نوع وآخر، ولذلك فهو رخيص الثمن. أما بالنسبة للمشاكل والأعطال الخاصة بالفلوبي ديسك فهي بسيطة وقليلة جدا، وتتلخص في أن تكون التوصيلات غير سليمة، أو أن تكون الأسلاك متداخلة في المذر بورد، أو أن يكون قد حدث له تلف مع ملاحظة ظهور الرسالة الخاصة بأي من هذه الحالات.